غدا نهار عطلة. تأليف دكتور أنطوان الشرتوني، رسوم إلينا شيري. في الصباح نهار العطلة، الساعة 8 صباحا، يبقى سامي متغلغلا في سريره حتى ساعة متأخرة في النهار. أما رانيا فتستيقظ قبل أخوتها وتقوم بجولة في الحديقة بين الأزهار. نهار العطلة، الساعة 9 صباحا، يشرب فادي الشاي ويأكل الجبنة. أما سعاد فتتلذذ بالخبز المحمص واللبنة. نهار العطلة، الساعة 10 صباحا، يلعب جاد بسياراته الكثيرة من كل الأشكال والألوان. أما ربا فتركب دراجتها الزرقاء وتقودها باتزان. نهار العطلة، الساعة 11 صباحا، يذهب كريم لزيارة جده وجدته في الجبل. أما سمر فتبقى في البيت وتشعر بالملل. نهار العطلة، الساعة 12 ظهرا، يذهب سمير مع أهله إلى مطعم. أما سحر فتساعد أمها في تحضير وجبة. بعد الظهر نهار العطلة، الساعة 2 من بعد الظهر، يلعب سامر بالحاسوب. أما نغم فترسم وتلون القلوب. نهار العطلة، الساعة 4 من بعد الظهر، يزور توفيق صديقه غدي. أما حنان فتلعب على الأراجيح. نهار العطلة، الساعة 6 من بعد الظهر، يجتمع نادر ونديم وأمين في الملعب ويلعبون بالكرة. أما سارة وسالي وتمارا فيتساءلن، كيف سنتسلى يا ترى؟ في المساء الساعة 7 مساء وفي نهاية نهار العطلة، يراجع فراس أمثلته. أما عبير فتضع كتبها ودفاترها في محفظتها. الساعة 8 مساء قبل الخلود إلى النوم وبعد الاستحمام وتنظيف الأسنان، يودع رامي نهار العطلة ويتغلغل مجددا في سريره لينام. أما ماجدة فتنظر إلى السماء مودعة نهارا جديدا ومستسلمة لأحلامها. هذا هو نهار العطلة، لعب ودرس وفرحة
وأنت كيف تمضي نهار العطلة؟ النهاية.